البوزيشن بتاعتي عن السوشيال ميديا فور سوشيال تشينج او يعني الاعلام الاجتماعي للتغليب السوشيال تشينج يعني للتغيير الاجتماعي. ببساطه يعني انا مش هقرا كتير، انا بس هاجي معاك بسرعه. اول حاجه عايزين نعرف بس تعريف السوشيال ميديا او الاعلام الجديد الاعلام الاجتماعي. ببساطه هو كل حاجه متعلقه بالانترنت وازاي احنا بنتشارك مع بعض فيديوهات مدونات صور مقطوعات اي حاجه فيها تشارك عن طريق الانترنت، دوت السوشيال ميديا ببساطه. بعد كده ازاي نستخدم السوشيال ميديا فور سوشيال تشينج. اول حاجه ممكن نعملها في الاول كان ممكن نختار بلوج فور كوز، يعني بنعمل مدونه ونخليها نكتب عليها لهدف معين او لقضيه معينه. بعد كده جه تويتر عمل لنا حاجه اوبشن جديده اللي احنا ممكن دلوقتي نجمع ناس بسرعه ونقدر نتفق على حاجه اللي احنا نجمع فلوس نتقابل زي النهارده كده واقوم قايل يا جماعه عايزين نجمع فلوس ونتبرع بيها مثلا لمستشفى سرطان الاطفال. اللي بعده نعيمه برضه نفس الحكايه اللي احنا ممكن نعمل فان بيج او صفحه او جروب وندعم بيها قضيه معينه او نجمع بيها فلوس او حاجات كبار. نفس الحكايه على الفيسبوك. ممكن برضه نعمل صفحه على اليوتيوب ومن خلالها اللي احنا نعرض افكار الناس ونعرف الناس دي عايزه ايه او احنا عايزين ايه والكلام ده ازاي ممكن نفيد غيرنا بالفيديو. طبعا الموبايل ده يعني اختراع مهم جدا دلوقتي. كل حاجه كل السوشيال ميديا ابلكيشن عليه نقدر نصور دايركت نبعتها على الانترنت على البلوج على اليوتيوب على الفيسبوك. حاجه مهمه جدا يعني اللي احنا نشارك بيها افكارنا اول باول او قضايانا القضايا اللي بنهتم بيها اول باول نعرف الناس عنها بسرعه. الفايرال ماركتنج او الاعلام عن طريق الشبكات الاجتماعيه التسويق عن طريق الشبكات الاجتماعيه قصدي مهم برضو اللي احنا ممكن نحط اعلاناتنا على الفيسبوك وعلى اي سوشيال نتورك ونستخدمها عشان تخدم الهدف بتاعنا. ديت الحاجات اللي احنا ممكن الخطوات اللي ممكن نمشي عليها عشان نغير في المجتمع من خلال السوشيال ميديا. معلش احنا مستعجلين، انا اسف جدا عشان في غيري عايز يطلع على ونعيم مستعجله قوي. خلاص يعني طبعا يعني اهم حاجه اقول لكم يعني ان السوشيال ميديا اجمل تطبيق يعني اللي انا كنت عايز اتكلم عليه هو الجيك فيست. الجيك فيست دوت الفكره جت يعني جت من حد اسمه الكسندر ماكناب في دبي، بعت لي كلمني هو ونعيمه كلمني على الجيك فيست في القاهره. ده كان احسن تطبيق ممكن اجرب فيه السوشيال ميديا في السوشيال تشين. الحمد لله قدرت اجمع الناس في حوالي 10 ايام من اول ما قلنا ان الزاويه فاضيه ممكن تيجي تعملوا فيها الايفنت، والايفنت الحمد لله كان كبير جدا. كان عندنا امل ان احنا ناخد كوز معين نتبناه ونجمع عليه فلوس بس ما حصلش يعني. بس المره الجايه ان شاء الله يكون الناس اكثر وعيا ونطلب منهم فلوس بقلب جامد يعني ان شاء الله. شكرا. الو الحقيقه في النهايه عاوز اشكر قبل ما اجري كنت عاوز اشكر نعيمه ومحمد لان انا ماليش انا قبل انا اللي هجري انا اسف جي بليز اقعدوا اسمعوا انا هحاول اقعد شويه كمان انما الحقيقه عاوز اشكر نعيمه ومحمد على شغل غير عادي. انا ما اعرفش يعني ايه حد يقدر يلم ناس بالكواليتي دي في 7-8 ايام. ثانكس تو ذيم اند ثانكس تو سوشيال ميديا.
all of us طبعا الحمد لله. الحقيقه كلمه شكر كبيره جدا جدا لمحمد الصاوي. محمد الصاوي الراجل من الناس العظيمه اللي شغاله في مصر، هو صاحب المكان بتاع سيد الصاوي. انا كلمته وافق اون ذا سبوت، رفض يتقاضى اي فلوس، ادانا الميعاد اللي احنا عاوزينه ووعد ان كونتينيو سبورت جيك فاست في كل الايفنتس القادمه. فاسمحوا لي معاكم احيي محمد الصاوي على الدعم بتاعه.